إذن المشاهدين ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين جديد من الدار البيضاء، حيث في أثناء واحد الحملة أمنية تقوم بها عناصر الأمن بالشاطئ الساحلي عين دياب لتوقيف كل من يحاول النزول إلى البحر بما في ذلك الصيادة. كيف كتابعوا معنا؟ عدد كبير من رجال الأمن بزيهم الرسمي مرفقين بعناصر الدراجين بفرقة الدراجين يقومون بمنع كل من يحاول النزول إلى البحر، وكما عينت قناة شوف تي في تم منع عدد من الصيادين من النزول إلى البحر. إذن كيف كتابعوا هناك سيارة الشرطة سيتم اصطحابهم إلى ربما إلى مصلحة الأمن من أجل إتمام الإجراءات والاستماع لهم في محاضر رسمية. إذن ما كاينش اللعب، ممنوع يعني ممنوع النزول إلى البحر. كيف كتشاهدوا لازال عناصر فرقة الدراجين يجوبون الشارع يجوبون الشاطئ عفوا. بالإضافة إلى أن سيارة الشرطة ستأخذ الصيادين الذين تم ضبطهم. هذه هي سيارة الأمن كما تشاهدون، وعناصر فرقة الدراجين يجوبون الشاطئ. إذن كما تابعتم معنا أعزائنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، المصالح الأمنية تمنع أي شخص من الاقتراب إلى البحر، وكل هذا من أجل محاربة داء كورونا المستجد كوفيد-19. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.